اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل الميت يشعر بالدود وهو يأكل جسده وهو في القبر؟ وهل يشعر بتحلل جسده أسرار لا يعرفها أحد؟ المصير الحقيقي والذي لا مفر منه هو الموت، ولكن ما يشغل الناس دوماً؟ ما يحدث بعد موتهم؟ وما الشعور الذي يرافق الميت في قبره؟ وهل يشعر بما يحدث له في القبر وأثناء الوفاة أم لا؟ وهل سيشعر الميت بما سيحدث في جسده وفي الدود الذي يأكله؟ وماذا سيفعل في هذه اللحظة؟ فهذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو. ولكن مشاهدينا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. وإذا كنتم تنتظرون فيديوهاتنا فأخبرونا في التعليقات. فالموت عالم آخر يشغل الأحياء، ربما ينتاب الجميع الشعور بالفزع والخوف تجاه هذا الأمر، ولكنه مؤكد وضروري ولن ينجى منه إنسان. فالأنبياء قد رحلوا ولم يبقى عليها أحد، والموت هو خروج الروح من الجسد، وعندما تخرج الروح من الجسد يفقد الإنسان شعوره بكل شيء. فالميت ذو العمل الصالح تصعد روحه إلى السماء مباشرة ويحيا حياة البرزخ التي كلها نعيم وخيرات، بينما ما أفسد عمله فعذاب القبر مصيره، ويضرب بمطرقة من الحديد، حيث ورد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، كما يخسف به الأرض. إذ ورد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يأكل من ثمارها، والكافر تذهب روحه إلى النار. وفي القبر فإن أجساد الناس كلهم، صالحهم وطالحهم، عرضة لأن تتحلل وتبلى ويأكلها التراب، إلا أجساد الأنبياء، فإن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكلها، كما في سنن النسائي وابن ماجه وغيرهما. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فإذا كان الشخص مؤمنا صالحا مستقيما فإنه لا يحس بتحلل جسده لما في إحساسه لذلك من العذاب له، الذي يتنافى مع رحمته التي تواترت بها نصوص الوحي من الكتاب والسنة. ولذلك قال ابن عمر: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله. وفي سير أعلام النبلاء قيل لابن عمر: إن أسماء في ناحية المسجد، وذلك حين صلب ابن الزبير فمال إليها فقال: إن هذه الجثث ليست بشيء، وإنما الأرواح عند الله، فاتق الله واصبري. وهذا في أجساد المؤمنين. وعندما يكون الإنسان صالحا مستقيما عمله جميل، فإنه أبدا لن يشعر بتحلل جسده، وذلك أمر بديهي. فالعمل الصالح يمنع عن صاحبه العذاب ويدخله في رحمة الله عز وجل، كما أن الأجساد لا شيء وليس هي الأساس، فكل الأمر في الروح التي تصعد لبارئها فور وفاة صاحبها. الأمر يختلف تماما مع الكفار والعصاة والمشركين بالله الواحد الأحد، وهم الذين لم يتجاوز الله عنهم، حيث يمكن أن يكون لهم عذاب أليم، حيث ثبت أن عذاب القبر أو نعيمه
يلحقان بالروح والبدن معا كما هو اعتقاد أهل السنة. معنى ذلك إن كان الإنسان محسنا وذا عمل طيب لم يشعر بألم الجسد ولا الروح، بل تنعم روحه ولا يشعر أبدا بالدود ولا بتآكل بدنه بعد موته. أما إذا كان مشركا وعاصيا لله عز وجل تألم الجسد والروح وشعر بالعذاب الأليم الذي وعد الله به الطالحين الفاسدين. ولكن هل يأكل الدود جسد حافظ القرآن؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه، خلق وفيه يركب. فتبين من هذا الحديث الشريف أن الأرض تأكل كل بني آدم ولا يبقى منهم شيء إلا العظم الصغير الموجود في أسفل الظهر أو ما يعرف بعجب الذنب. ولم يذكر في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن هناك استثناءات لأحد من البشر إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجسامهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وبالرغم من هذا فقد يمنع الله عز وجل أجساد بعض عباده الصالحين وأوليائه المقربين مثل الشهداء وحفظة كتاب الله من أن تأكل الأرض أجسادهم كرامة منه سبحانه وتعالى لصلاح حالهم وقربهم منه سبحانه. وهذا ليس إلزاميا لكل عبد صالح وولي قريب، لأنه كما هو ثابت في الأحاديث النبوية أن الأرض تأكل أجساد جميع بني آدم، لكن الذي ينبغي للمسلم أن يسعى ويجتهد في العبادة وفي ابتغاء مرضات الله حتى إذا دخل قبره وجد نعيما كبيرا ولا يهمه بقاء جسده أو فناؤه، ثم بعدها ينتقل إلى نعيم الجنة الأكبر. ولكن من أين يأتي دود القبر؟ وهنا يذهب أهل الطب الشرعي يقررون أن بعض أنواع البكتيريا غير الضارة في جسم الإنسان بمجرد وفاته تتحول إلى أن تتغذى عليه، ولا مانع من أن تأتي حشرات أخرى من الخارج لتشاركها، كما لو ترك الإنسان شيئا من الطعام دون ظروف التخزين الجيد تلف بمثل ذلك وتعفن، كما أن الميت يشعر بمن يزوره، لما روي عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم في صحيحه. وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه. أخرجه تمام في فوائده والبيهقي في شعب الإيمان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.